نعم الإله على العباد كثيرة وبديل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخواني أخواتي السلام عليكم، اليوم إن شاء الله تعالى لدينا في إطار الإجابة على أسئلة أصدقاء القناة اليوم مع يعني سؤال أحد أصدقاء قال أنه قام بعمل تربيع النمل ولكن قام بعمله أقوم بإغلاق النت عمله ولكن كما قلنا صورة النمل تقرأ على المكان ولكن هو أخذ صورة النمل وشغلها في الهاتف كي تعرفون أن الناس لا يعرفون ولو أبسط الأمور في العلوم الروحانية أن الأمر يكون بنية وبيعني تأثير روحي للشخص لا يكون من ما ليس الكلام يعني تأثير روحي مثل العلاج بالرقية فيكون النفت أهم شيء يعني النفت يكون أهم شيء في العلاج لذلك هناك فرق كبير بين العلاج بالرقية مباشرة والعلاج بسماعها من الميديا أو التلفزيون هناك فرق لأن الهالة الروحانية المتحدة والنفت ووجود الشخص ووضع اليد لها تأثير كبير على يعني المريض هكذا نقوم بقياسها على الدفين لأن قراءة الشخص صورة النمل مباشرة في المكان وهو حاضر وبنية وبدون أخطاء لها تأثير أقوى من يعني أن يأخذ بقراءتها في كتاب نقلها يأخذ كتاب ثم يقرأ فيه يكون تأثير أقل ربما لا ينجح ربما يكون نجاح فيه غير موجود لهذا لازم أن يكون حافظ الصورة ويقرأها بنية يعني تحديد المكان ويعني سواء في صورة الأنعام في التربية يعني القمح أو ما شابه لابد أن يكون الإنسان حافظ الصورة ثم يقرأها بنية يعني روحانية وبوضوء كامل لكي يكون هناك عمل ناجح أما إذا كان الشخص قام مثلا هذا الشخص قام يعني بتشغيلها في الهاتف يعني قمة العبث في الأمور الروحانية قمة العبث في الأمور الروحانية ورأيت بعض الأشخاص يأخذون بإشعال العزيمة في بعض الذين يشتغلون بالعزائم يقوم بإشعال بتشغيل هاتف في عزيمة يعني مسجلة من برهاتية أو ما شابه ويقوم بالعمل بها وهذا الأمر أيضا فهو يعني من الأمور يعني العبثية في العلاج لازم أن يكون الشخص يعني هو القائم بالأمر ليس غيره أو يعني صوت آخر هذا كل شيء إخواني أخواتي قد نكون أجبنا على سؤال صديقنا الذي يقول هل يعني يمكن أن أعمل التربيع بتشغيل صورة النمل في الهاتف أو ما شابه قم بقياس هذا الشيء على جميع الأعمال من بينها الأمور الروحانية الأخرى والسلام عليكم إلى حلقة أخرى إن شاء الله.